عندنا الآن هذا لو قمنا بعمل بلاي، هذا ما توصلنا له في نهاية الدروس السابقة. الآن في عندي مشكلة، إذا نظرتم إلى، إذا مبدئيا قمنا بعمل فصل للكاميرا بحيث لا تتبع للبلاير، ونلاحظ حركة البلاير، نلاحظ أنه عندما يعني ينزل إلى الأسفل يدخل قليلا إلى العشب ثم يرتد مرة أخرى. عندي هنا في هذا السهم الموجود عندي هنا، هذا السهم يقوم بإضافة أو بتنفيذ فريم واحد فقط. فأنا مثلا هنا لاحظوا أنني عندما أضغط مرة واحدة يقوم بتنفيذ كل شيء في اللعبة، ولكن فقط لفريم واحد. البلاي تقوم بعمل حسابات لكل الفريمات متتالية. أنا الآن سوف أقوم بعمل فريم فريم لأرى كيف أن هذا الكاركتر سيقوم بالدخول إلى المجسم الذي هو في الأسفل ثم سيعود، وكيف يمكننا حل هذه المشكلة. أعمل ستيب 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 هنا تقريبا، يعني أصبح قريبا، ولكن عندما أضغط على ستيب أخرى لاحظوا أنه دخل المجسم، هذا دخل إلى داخل الحدود التي الأصل يجب أن لا يدخل لها. وإذا قمت بعمل ستيب مرة أخرى لاحظوا أنه أصبح هنا المجسم هذا يقوم بدفعه، لأنه تصادم معه يقوم بدفعه للأعلى. كيف يمكننا حل هذا الموضوع؟ حل هذا الموضوع بكل بساطة يمكن كالتالي. عندنا في الريجيد بودي هناك أنواع للكوليجين ديتكشن. فإذا ذهبنا إلى الخاصية الموجودة عندي هنا التي تسمى كوليجين ديتكشن، سنلاحظ أن هناك نوعين من أنواع الحسابات. والحقيقة لا يوجد نوع أفضل من نوع، ولكن النوعين كل نوع يقوم بحساب التصادم بطريقة معينة. في بعض الأحيان يكون الديسكريت هو المناسب أو هو الأنسب، وفي بعض الأحيان يكون الكونتينيوس هو الأنسب. في حالتنا هذه سنقوم باختيار الكونتينيوس النوع الآخر. إذن الآن إذا قمت بعمل التنفيذ سنلاحظ أنه لا يمكن أن يتجاوز المنطقة هذه، بمعنى أننا إذا قمنا بعمل بلاي وقمنا بإيقافه وقمنا بعمل ستيب 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 سنلاحظ أنه لا يتخطى أبدا حدود ماذا؟ حدود منطقة التصادم أو الكوليجين. الآن أريد عمل التالي. في المحاضرة الماضية قمنا بعمل حركة النسر الموجود عندي هنا، وأيضا لاحظنا كيف أنه إذا قمت بلمسه سيتم خصم قلب من عندي، أو سيتم خصم نعم صحة من عندي. الآن الذي أريد عمله أولا أن أقوم بعمل دوران أو لف أو عمل فليب للصورة لكي يكون هذا العدو ناظرا إلى البلاير. سوف أذهب إلى الفولدر الذي اسمه سكريبتس، وسنقوم هنا بعمل سكريبت سي شارب جديد وأسميه مثلا، الذي سوف يحوي كل شيء خاص في الإيجل. مثلا سأسميه إيجل. مباشرة قام بعمل الملف. إذا قمت بالضغط عليه هنا سوف أقوم بكتابة كشف أين موقع البلاير في عمل في دالة الأبديت. لاحظوا أن دالة الأبديت تكلمنا أنها تقوم أو تعمل في كل فريم. فأنا هنا سوف أختبر التالي. سوف أقول له إذا كان البلاير، وكيف يمكنني الحصول على البلاير؟ يمكن الحصول على البلاير من خلال إضافته هنا. فمثلا أنا سوف أقوم بتعريف متغير جديد اسمه ترانسفورم لكي أستطيع الحصول على البلاير، وسيكون هنا عندي البلاير، وذكرنا أنه لكي أقوم بجعله ظاهرا في الانسبكتور في الويندو ممكن أقوم بعمله بابليك، أو بإمكاني أن أضيف وسم الذي اسمه سيريالايزد فيلد. طيب الآن قمت أنا بعمل بإضافة البلاير، قمت سأقوم الآن بالحفظ والرجوع إلى اليونيتي. سوف أذهب إلى الإيجل الموجود عندي هنا، وسوف أقوم بسحب هذا السكريبت ووضعه هنا. لاحظوا أنه هنا يعطيني أو يقول لي أعطيني البلاير لكي أستطيع أن أتعامل معه. فسأقوم بسحب البلاير هذا هنا وأضعه في هذه المنطقة، بالتالي أصبح لدي ريفرنس أي مرجع للبلاير لكي أستخدمه وأتعامل معه. إذن سوف أقول له هنا التالي في السكريبت: if
يعني إذا كان ال player dot position، إذا كان الموقع تبع ال player dot position dot x، أنا سوف أخذ فقط ال x. لماذا؟ لأنه لاحظوا أن هذا ال player إذا كان ال x أقل من x النسر سوف ينظر إلى اليسار، أما إذا كان أكبر سوف ينظر إلى اليمين. إذن هنا سوف أقول له إذا كان البلاير البوزيشن تبعه على محور الإكس أكبر من أنا، يعني من النسر التي هي اسمها ترانسفورم دوت بوزيشن دوت إكس، إذا كان البلاير أكبر معناتها يقينا هو على اليمين، معنى ذلك أنه سوف يقوم بعمل فليب. فبالتالي هنا سنأخذ ريفرنس للسبرايت ريندرر. لاحظوا أنه لكي تقوم بعمل قلب للنسر يجب عليك أن تتعامل مع السبرايت ريندرر، هذه هنا يعني يجب أن تقوم بعمل هكذا. إذا لاحظوا أنني هنا في الإيل قمت بوضع السكريبت ليس على المكان المجسم الذي يحتوي على السبرايت ريندرر، وإنما قمت بوضع السكريبت على الأوبجكت أو الجيم أوبجكت الذي أعلى منه، الذي هو يعتبر البيرنت الأساس له. فبالتالي هنا أنا يجب أن أقوم بالحصول على الكومبوننت الداخلية، ويمكن ذلك بأكثر من طريق، هناك أكثر من طريق، ولكن الطريقة التي يمكن استخدامها كالتالي. سوف أقوم هنا بتعريف سبرايت ريندرر، ومثلا ممكن يكون SR، وفي الستارت سوف أقوم بتعريفي أو بإعطائه القيمة الأولية ألا وهي get component، ولاحظوا أنه هناك شيء اسمه get component in children. get component in children معناته سوف يبحث عن الكومبوننت ليس في المجسم الحالي وإنما في المجسم الذي هو تابع له. فأنا عندي هنا في اليونيتي هذا هو الأب وهذا هو الأصل وهناك شيء تابع له، فيمكن مباشرة سوف يقوم بالدخول وبالبحث في الشيلدرين. فسأقول هنا get component in children، وما هي نوعها؟ أكيد سوف يكون نوعها sprite renderer، وهنا سوف أقول له أنه إذا كان البلاير على يمين الصقر سوف يكون sr.flip x تساوي true، else يعني ما عدا ذلك سوف تكون طبعا سوف يكون على اليسار، فالفليب سوف تكون false. سوف اقوم بعمل حفظ والرجوع هنا وعمل play. لاحظ انه هنا هذا الصقر عندما اكون على اليسار ينظر الى جهة اليسار، وعندما اكون الى اليمين ينظر الى جهة اليمين. إذن هكذا قمنا بحل موضوع أن يكون الصقر يرى أو ينظر إلى اللاعب.